الجوار. نتابع. Commissioner for European Neighborhood Policy مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار يوهانس هان، نحن سعداء للغاية بوجودك معنا هنا في قناة النيل الأخبار. ما هي القضايا الرئيسية التي قمتم بمناقشتها مع المسؤولين الكبار هنا في مصر، بما في ذلك اجتماعك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ لقد تحدثنا عن الوضع هنا في مصر والتطورات الاقتصادية وكيف يمكن أن يساعد الاتحاد الأوروبي مصر في كل جهودها لتحسين الأداء الاقتصادي والوضع الاقتصادي لتقريبا 100 مليون مصري، لأن بالطبع الزيادة السكانية تمثل تحديا، وأعتقد أن هناك كثير من القضايا الأخرى التي يجب أن يتم التعامل معها. ولقد تحدثنا بالطبع عن الوضع الأمني، نحن مدركون للتهديدات التي تواجهها مصر، ونحن كذلك نقدر الدور الذي تلعبه مصر فيما يتعلق بمسألة الهجرة وكذلك التواصل مع دول المنطقة لتيسير مثلا جهود المصالحة الفلسطينية، بحيث نتمكن نحن من أن نقدم لهم دعما أفضل، وكذلك محاولة المشاركة والمساهمة في التسوية السلمية للأزمة السورية والليبية. كل هذه الأمور قد قمنا بمناقشتها بالطبع، وتحدثنا كذلك عن كيف يمكن أن نتعاون بشكل أكبر. وفي هذا الإطار أود أن أثني الجهود التي تبذلها مصر لإسهاماتها الإيجابية. كيف ترى دور مصر للوساطة في الأزمة الفلسطينية والسورية؟ في الحالتين نرى أن دور الوساطة التي تلعبه مصر دور كفء للغاية في الوضع الفلسطيني. يمكن أن نجد أن هناك نتائج ملموسة قد تحققت بالفعل، ونتمنى أن يستمر هذا الاتفاق، لأنه من المهم للسلطة الفلسطينية أن تعمل بشكل متسق وأن تعمل بصوت واحد، بحيث أننا إذا اتبعنا فكرة حل إقامة الدولتين فعندئذ يجب أن تكون السلطة الفلسطينية موحدة، وكان هذا إنجاز كبير قد تم تحقيقه من قبل مصر أن تساعد في هذا الإطار. ونتمنى مرة أخرى أن يظل هذا الوضع وأن يمهد الطريق للمزيد من التقدم. السيد هان، ما هي تفاصيل توقيع اتفاقات مع دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي؟ حسنا، قد قمنا بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات، إحداها متعلق بمعالجة المخلفات في الفيون والمساعدة في علاج عدد أكبر من الأشخاص، وكذلك أن يكون هناك المزيد من العمل على تدوير المخلفات. ونتحدث الآن عن تقريبا 100 مليون شخص يمكن أن يعملوا في هذا المجال، وهذا يمكن أن يخلق الكثير من فرص العمل. ولقد تحدثنا كذلك عن تحسين وسائل النقل بما في ذلك الترام في الإسكندرية، وتم توقيع اتفاق بهذا الشأن، وهذا سوف يساعد في تقليل مدة الرحلة تقريبا 45 دقيقة، وهذا تقدم مستقبلي. نتمنى عندئذ أن يستطيع الناس أن يمضوا المزيد من الوقت مع أسرهم بدلا من إمضائه في وسائل المواصلات. لذا هناك الكثير من المشروعات التي ناقشناها، وتقريبا هي بحوالي 100 مليون يورو، وبالإضافة إلى ذلك قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن نطاق الدعم المالي لمصر من جانب الاتحاد الأوروبي بين عام 2017 و2020، والذي يصل تقريبا إلى 500 مليون يورو. لذا الإجمالي تقريبا هو 600 مليون يورو ما قمنا بتوقيعه بالأمس من أموال يتم استثمارها. كيف يمكن أن تنظر إلى الإصلاحات الجديدة التي تم تنفيذها من قبل الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد المصري؟ إذا أخذنا مثلا قانون الاستثمار الجديد الذي صدر، فأعتقد أن هذه خطوة للأمام مهمة للغاية لتشجيع المستثمرين واكتذاب
أجانب الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وأعتقد أن هناك الكثير من الإمكانيات الموجودة في مصر، وهناك كذلك مناطق التجارة الحرة مثال آخر على هذا. لذا أعتقد أن هناك الكثير من التطورات الإيجابية، ولكن بالطبع هناك كثير من التحديات كذلك، من بينها التعامل مع كفاءة الطاقة. ولقد أتيحت لي الفرصة لكي أتحدث اليوم مع رئيس الوزراء بشأن كل الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال الطاقة المتجددة وإنتاج الطاقة المتجددة. بالطبع مصر لديها كثير من الإمكانيات في هذا المجال والذي لم يتم الاستفادة منها بالكامل. ما هو تقييمك لسياسة الجوار، وكيف يمكن أن تكون أكثر فائدة للشريكين مصر والاتحاد الأوروبي؟ حسنا، أعتقد أن مصر أحد الشركاء الرئيسيين للاتحاد الأوروبي، وبالطبع في مجال الهجرة فإننا في نفس القارب معا. ومرة أخرى نحن نقدر كل الجهود التي بذلتها مصر والسلطات المصرية، ونحن ممتنون كذلك أننا قد تمكنا من أن نتفق بشأن حوار رفيع المستوى حول الهجرة، والذي سوف يعقد في الأسبوع الأخير من نوفمبر هنا في القاهرة، والذي سوف يمكن الخبراء وهؤلاء المعنيين سياسيا بأن يجلسوا معا كي يروا كيف يمكن أن نحسن من مستوى التعاون. والأمر ذاته ينطبق على مجالات مرتبطة بالأمن، محاربة الإرهاب، وكل شيء مرتبط بهذا يمثل أهمية بالنسبة لنا. لذا في هذا الإطار أنا أقدر التعاون فيما بيننا، وبالطبع يجب علينا أن نعترف بأننا لا نستطيع أن نرى قصص نجاح بشكل فوري. أنا دائما أقول أننا يجب أن نكون صبورين وأن نعمل في نفس الوقت بهمة وحماس. لذا علينا أن نخلق هذا التوازن، وأعتقد أن في مصر اليوم هناك زخم جيد، والاتحاد الأوروبي يحاول أن يدعم هذا. ويجب أن أقول كذلك أنني أعتقد أننا إذا تواصلنا مع المجتمع المدني فهذا يمكن أن يدعم كذلك كل تلك الجهود، لأن هناك الكثير من منظمات المجتمع المدني الملتزمة بالتطورات الإيجابية في البلاد. وأعتقد أنه من الجيد أن نبني على هذه الإمكانيات والقدرات. وهناك مجال آخر يمكن أن نتعاون فيه، وهو مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تتمكن من الوصول بشكل أكبر إلى مؤسسات التمويل، ونساعدهم كذلك في أن يصبحوا أكثر نشاطا في المجالات المختلفة. من بين التحديات التي تواجه مصر هي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كسبيل لتحقيق التنمية. موضوعات كذلك مثل دعم الشباب، خاصة أن مصر سوف تعقد أول منتدى دولي للشباب في الأسبوع القادم. كيف ترى هذا الأمر ومواجهة المشكلات المرتبطة بالشباب؟ مصر مثل القارة بأسرها قارة شابة، ومصر دولة شابة، حيث أن متوسط الأعوام أقل من 30 عام، بينما نحن في أوروبا نعتبر أكبر قارة أوروبية من حيث سن السكان. لذا هذا يمثل تحديا، ولكن على الجانب الآخر يجب أن ننظر إلى الشباب على أنهم إمكانيات يمكن الاستفادة منها. والأمر المهم هو أن نقدم لهم تعليما جيدا، بدءا من النفاذ إلى التعليم، خاصة للفتيات. من المهم أن تحصل الفتيات على تعليم وتدريب
وإعلان عام 2017 عام الشباب وعام المرأة أمر مهم للغاية وقرار مهم اتخذه الرئيس، فهذا يساعد في رفع الوعي بشأن الاحتياجات في هذا المجال. سؤالي الأخير السيد هان، ما هي الجوانب الجديدة التي تحكم أولويات الشراكة، خاصة أن مصر والاتحاد الأوروبي لديهما عدد كبير من الاجتماعات والنقاشات التي جرت قبل توقيع الاتفاقيات الجديدة؟ نحن غطينا مجموعة من الأنشطة، الاقتصاد، لقد تحدثنا كثير عن الاقتصاد وتحدثنا كذلك عن الهجرة وتحدثنا بالطبع عن الحوكمة وأشياء كذلك مرتبطة بقضايا البيئة وقطاع الصحة وكفاءة الطاقة وبالطبع الاهتمام بحقوق الإنسان، فهذا شيء كل مجتمع يجب أن يكون ملتزما به، وهنا في مصر كذلك هناك التزام قوي بحقوق الإنسان واحترامها. في النهاية شكرا لك على وقتك وعلى إجراء هذا الحوار الحصري معنا، شكرا لك يوهانس هان، لولا كان من دواعي سروري، شكرا. Johannes Hahn. Thank you.